كل الأحرار الشرفاء. مرة أخرى هنا في فلسطين وفي أيام رمضان المباركة، مساجد جنين تستغيث، تنادي من استطاع لنجدتها أن يهب لحماية مخيم المدينة. قبل ذلك بدقائق، عشرات المدرعات الإسرائيلية تقتحم المخيم من كل محاوره، تحوله ثكنة عسكرية، هدف اعتقال رجل واحد، والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الأخيرة. لم تجري العملية الإسرائيلية كما أرادها الاحتلال، قابلها شبان فلسطين بالرصاص الكثيف مدافعين عن مخيمهم. لم يتوقف صوت الرصاص طوال مدة تواجد المدرعات، لتضطر قوة الاحتلال إلى دخول منازل جنين احتماء من الرصاص الفلسطيني. هنا عبوة ناسفة تستقبل المدرعات الإسرائيلية في مشهد تكرر في أكثر من موقع داخل المخيم، دليل هي على أن مقاومة جنين أعدت مسبقا للاقتحام. رصاص وقنابل ومقاومة باسلة لا استثناء فيها، توحدت الفصائل بكل أطيافها دفاعا عن حرمة المخيم الرمز، أجبرت الاحتلال على مغادرة المخيم بعد أقل من ساعتين من دخوله. انسحبت قوات الاحتلال خائبة من مخيم جنين، أخفقت في مهمة اعتقال والد رعد حازم الذي رفض مطالب الاحتلال بتسليم نفسه، احتمى داخل المخيم خلف مقاوميه بعد هدم منزله.